أول مرة الحقيقة بتشهد اعتماد بروتوكول علاج السكتة الدماغية بالمجان باستخدام الأشعة التداخلية، وده بيعتبر أول مستشفى في شرق دلتا بيطبق هذا البروتوكول. معانا على الهاتف الدكتور وليد ندى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، عشان نعرف منه تفاصيل تطبيق هذا البروتوكول. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. يا أهلا بيك. في البداية عايزين نعرف إيه هو المختلف في بروتوكول علاج السكتة الدماغية؟ الحقيقة المختلف في هذا البروتوكول اللي احنا بدأناه منذ إطلاق مبادرة فخامة الرئيس في سبتمبر 2019 عن الكشف المبكر للأمراض الغير سارية اللي هي أمراض السمنة والضغط والسكر، ودي الحقيقة كانت مبادرة مهمة جدا، ونوه فخامة الرئيس في عدة مناسبات إن هذه الأمراض الغير سارية من أسباب السكتة الدماغية. السكتة الدماغية اللي هي الجلطة اللي بتحصل في المخ في الأوعية الدموية اللي بيشعر بها المريض، العلاج بتاعها الحقيقة بيعتمد على عنصر الوقت. ومن خلال حرص الدولة وحرص جامعة الزقازيق برئاسة الأستاذ الدكتور عثمان شعلان اللي كان حريص على أنه يضع مستشفى جامعة الزقازيق من الخريطة المستشفيات تستقبل الحالات دي. البروتوكول اتعمل من عدة أقسام الحقيقة، أمراض المخ والأعصاب وجراحة المخ والأعصاب والأشعة والتحاليل، وبيساعدنا طبعا قسم التخدير والبطنة إن احنا نتعامل مع هذه الحالات داخل الاستقبال، ودي جديد الحقيقة علشان عنصر الوقت. أول 6 ساعات بيفرقوا جدا صحيح. في علاج المريض، زي ما سعادتك الإحصائيات بتقول إن تقريبا قرب 300 ألف مريض سنويا في مصر بيصابوا بسكتة دماغية. إحنا مع الجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب اشتغلنا في هذا الموضوع منذ فترة، طبقنا هذا البروتوكول واعتمدناه. الحقيقة الأقسام بدأنا نحط آلية كيفية التعامل مع المريض منذ وصوله لاستقبال، التشخيص، الأشعات، التحاليل، مع ظروف الكورونا نبدأ نفرزه هل هو كورونا ولا لا، كواشف سريعة موجودة. الآلية دي تم تنسيقها خلال على مدار 24 ساعة. بدأنا نوفر الأدوية اللازمة زي مذيب الجلطات، فريق الأسطرة المخية يكون جاهز على مدار 24 ساعة. احنا بنتعامل مع عنصر الوقت، وبالتالي هذا البروتوكول هيدي إفادة كبيرة جدا لمرضى السكتة الدماغية ونسبة شفاء عالية. الحمد لله احنا من هنا بحب أبرز دور الدولة وهيئة الشراء الموحد في توفير الأدوية بالمجان، لأن طبعا التعاون مع هذه الحالات لازم يكون بالمجان، وبالتالي احنا وفرنا كل التحاليل اللازمة والأشعات اللازمة، آلية وبروتوكول بين تخصصات مختلفة. المريض يخش يتشخص ازاي، مذيب الجلطات لو الجلطة صغيرة، الجلطة كبيرة نبدأ نحضر أسطرة مخية، وده بيفرق في ال6 ساعات الأولى. عشان كده الحقيقة الجمعية المصرية بالتعاون مع جامعة الزقازيق بدأنا نحط الخريطة للمستشفيات دي. احنا الحمد لله وضعنا مستشفى جامعة الزقازيق ضمن هذه الخريطة. دكتور وليد، طبعا بعد التحية، يعني البروتوكول ده موجود في مستشفى جامعة الزقازيق زي ما حضرتك قلت أول مرة، أي مواطن في أي منطقة مجاورة يستفيد من هذا البروتوكول عندنا في الشرقية والمحافظات. احنا بنخدم حوالي أكثر من 4 محافظات، يمكن أقرب مستشفيات لنا هي القاهرة، فالعيان عشان يصل للقاهرة هياخد وقت كتير جدا، ممكن يضيع منه فترة ال5 ساعات الأولى، لأن العلاج ده بيعتمد على عنصر الوقت. عنصر الوقت لو عدى 6 ساعات على بداية الأعراض، وعشان كده الموضوع بيشمل شقين: التوعية بأعراض هذا المرض، أي خلل في الكلام، خلل في المشي، في الاتزان، خلل في الوعي، تنميم في الأطراف، يبدأ المريض فورا يتوجه إلى مستشفى يتعامل مع السكتة الدماغية. إحنا بنقول إن إحنا اتوضعنا على الخريطة، إحدى المستشفيات تتعامل مع هذا، والأدوية جاهزة. طبعا هي الأدوية مكلفة، الأسطرة المخية تكلفة عالية جدا، الحمد لله احنا بجامعة الزقازيق وفرناها بالمجان، مجانية بشكل كامل يا فندم، مفيش بشكل كامل بدون أي تكاليف طبعا، لأن هذا الموضوع لا يحتمل تكاليف، لأن المريض بيجي احنا في حرب مع الوقت. وعشان كده أنا بقول لحضرتك إن احنا الحمد لله وفرنا كل المستلزمات، وفرنا الآلية بين أقسام مختلفة إزاي نتعامل خلال 24 ساعة، وده الحقيقة كان شيء محتاج تعاون بين أكتر من قسم عشان نصل إلى نتيجة مرضية إن شاء الله. حضرتك قلت وأكدت أكتر من مرة على سرعة التحرك، ده أهم حاجة إن احنا نلحق الحالة في البداية، وكمان وضحت للناس عشان يكون في توعية لو شفنا أي خلل في الكلام، خلل في المشي، حسينا إن في حاجة، على طول ناخد هذا الشخص ونتوجه بيه للمستشفى، لأن دي بتكون بدايات جلطة.
فلازم نطمن. فسرعة التحرك هي أهم حاجة، والبروتوكول مكون من مجموعة من الأطباء في أقسام مختلفة، دي نقطة برضو مهمة جدا، سواء البطن مخ أعصاب أو بالنسبة للجراحة، عشان لو الموضوع ما كانش فيه استجابة سريعة لمذيب الجلطات على طول ممكن يكون فيه تدخل جراحي. بالظبط كده، مستعدين للتدخل الجراحي برضو. هو التدخل عن طريق الأسطرة المخية، وده الحقيقة تكنولوجيا عالية جدا متوفرة عندنا في جامعة الزقازيق، والفريق جاهز على مدار الـ 24 ساعة، والأعراض والإجراءات كلها الحقيقة تم التنسيق فيها، بحيث إن احنا سرعة تقديم الخدمة للمريض دي من أهم أسباب الشفاء إن شاء الله، لأنك تتخيل سعادتك نسبة الوفيات في مصر 70% من السكتة الدماغية، وده الحقيقة نسبة عالية جدا جدا، وفخامة الرئيس نوه إلى هذا الموضوع في مناسبات كتير، وخاصة مثلث الرعب اللي زي ما نسميه السمنة والضغط والسكر اللي من أهم أسباب السكتة الدماغية. كل الشكر ليك يا فندم الدكتور وليد ندى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، شكرا جزيلا.